السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ ارحب باستاذنا الفاضل المهندس عادل حسن، هو خريج هندسة القاهرة سنة 1998 وخبرة 22 سنة في مجال التصميم والتشييد وإدارة المشاريع، وحصل على ماجستير في كيفية استخدام البيم في تحسين إدارة المشروعات، وحصل على شهادة البيم مانجمنت من الـ RICS وشهادة البي ام بي، واشتغل مع شركات زي ترابل سي وابن لادن، وحاليا في ائتلاف باكس في مشروع مترو الرياض. ودي مش أول مرة يشرفنا ويسعدنا بالمحاضرات القوية جدا، ف يعني أرحب بيه وأترك له المجال إن شاء الله نستفاد منه بإذن الله. جزاكم الله خير يا أستاذ. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع مهم، هو الـ BIM Execution Plan، وهو موضوع مفروض إن هو يكون في يعني عند تطبيق الـ BIM في أي مشروع. الـ Documents دي من أهم الـ Documents أو من أهم الـ Documents المطلوبة في المشروع، ومفروض إنها تبقى موجودة قبل ما نبدأ نطبق الـ BIM. هنا هنتكلم what is a BIM execution plan. هي عبارة بمنتهى البساطة عن ازاي هندير المعلومات او عملية البيم اثناء تنفيذ المشروع او اثناء تصميم المشروع. ان الموضوع مش نتيجة ان في اطراف كتير داخلة في المشروع، مش مجرد طرفين او ثلاثة، فالمعلومات بتبقى متداخلة بصورة كبيرة جدا، فالموضوع ده محتاج له خطة معينة وهي البيم execution plan. فده التعريف بمنتهى البساطه، والتعريف اللي تحت ده عباره عن تعريف في البيم ديكشنري، ده عباره عن ويب سايت، عباره عن قاموس لايه لاغلب المصطلحات الخاصه بالبيم. لو دوسنا كليك هنا اهو المفروض انه يفتح. انا كنت شغال في الترجمه للقسم العربي، ما شاء عندي الله. احنا زي ما دكتور بلال الجزء العربي بتاعه. ده البيم ديكشنري عامة، ممكن تدخل هنا أي مصطلح أي اختصار ليه علاقة بالبيم، هيطلع لك على طول الترجمة بتاعته بأي لغة أنت عايزها. ماشي. الشكل ده شكل من الأشكال المشهورة عامة، لما أنت بتعمل سيرش على بيم في الإنترنت، بيكون عبارة عن البيم في النص حواليه أطراف المشروع كلهم. وده فعلا اللي بيحصل، ان عندك المشروع عامه في اطراف كتير، في عندك اونر، في مين كونتراكتور، في اركيتكت، في ستراكشر، في كل الاطراف دول، كل الاطراف دول كلهم بيدوروا في فلك واحد اللي هو فلك البيم، او حاجه مركزيه اللي هو الموديل عامه، فيدريت الموديل. كل الناس بتخاطب الموديل ده، وكل الناس بتاخد من الموديل ده. فنتيجه للكلام ده كله، الناس دي كلها تعتبر فريق واحد. اي واحد بيعمل اي شيء في الموديل، او اي واحد بيحاول يغير او بيعدل او بيضيف، الكلام ده كله بيأثر على جميع اطراف المشروع. فالاطراف المشروع دول كلهم ممكن نعتبرهم فريق واحد. الشكل ده بيوضح في حاله لو انت عندك فريق عمل، اللي هو مثلا فريق عمل المشروع، الفريق ده لو ما فيش بينه او ما فيش خطه عمل، او ما فيش مدرب، او ما فيش خطه للشغل عامه، هينتج اللي انت شايفه ده. هينتج ان الناس كلها، كل واحد بيلعب في المنطقه بتاعته، كل واحد ملوش علاقه بالهدف، كل واحد ليه هدف خاص بيه، ما فيش تنسيق ما بين كل الاطراف، فهينتج عنه فشل في المشروع عامه. يعني انت لو قريت هنا هتقول ايه، has different knowledge and rules، كل واحد عنده معرفه مختلفه وانظمه مختلفه، وكل واحد play of different pitches، كل واحد بيلعب في الحته بتاعته، محدش مفيش مكان، يعني ما بيلعبوش جامعات، لا بيلعبوا في اماكن محدده، كل واحد see only their games، بيشوف بس الجزء الخاص بيه، is not informed about، ما عندوش خلفيه عن اللي بيحصل حواليه. يعني اللي بيلعب هنا ملوش دعوه باللي بيلعب هنا، كل واحد شغال مع نفسه تماما، كل واحد only cares about how many times he kicked a ball، كل واحد مهتم باللي هو بيعمله، هو شوط الكوره قد ايه، هيعمل ايه وخلاص، ملوش دعوه بالتيم كله. فهنتج عنه يعني انهيار زي ما احنا شايفين كده. الحل ايه؟ الحل ان لازم يكون في عندك خطه شامله بتخلي الناس كلها بتتحرك في ناحيه اتجاه واحد، يخلي الناس كلها ليها هدف واحد، يخلي الناس كلها ليها خطه
واحده، كلهم بيلعبوا في نفس الملعب، كلهم بيلعبوا بنفس الكوره، كلهم ليهم نفس الهدف. وهو ده الهدف من البيم اكسكيوشن بلان، ان انت بتعمل خطه واحده علشان جميع اطراف المشروع كلها تتحرك مع بعض، ما يكونش كل واحد شغال مع نفسه. طب دلوقتي البيم اكسكيوشن بلان بتجاوب على ايه او محتواها عباره عن ايه؟ المحتوى بتاع البي بي او الخطه عمل بالبيم هو بمنتهى البساطه الاجابه عن الكلام ده بس. يعني مثلا وات الجزء ده عباره عن ايه؟ عباره عن بروجكت انفورميشن، انا بكتب فيه كل حاجه ليها علاقه بالبروجكت كانفورميشن، المالك، المكان، المساحه، توصيف المشروع وهكذا. ده مثلا بالنسبه للجزء اللي هو الخاص بواي. الجزء الخاص بواي ده بيكتب فيه ايه؟ يسمى الموديل يوزس او البيم يوزس. زي ما احنا عارفين ان البيم عامه ليه تطبيقات كتير، ممكن استخدم البيم في الكوست استيميشن، ممكن استخدمه في الانرجي اناليسيس، ممكن استخدمه في الاستراكشر اناليسيس، في السكيدولينج، في الكوردينيشن، في استخدامات كتير. كل استخدام ليه متطلبات مختلفه عن المتطلبات الثانيه، فبالتالي انا مفروض في بدايه المشروع اعرف انا هستخدم المشروع في ايه، ايه هو اليوز اللي انا هستخدم في المشروع، لان كل واحد ليه متطلبات مختلفه. لان انا لو ما اعرفش اصلا من بدايه المشروع ايه هو الموديل يوز بتاعي، بمنتهى البساطه هتلاقي اطراف المشروع كل واحد مع نفسه، كل واحد بيشتغل من وجهه نظره الشخصيه، واحد شغال او بيعتبره ان هو ليه علاقه بالكوست استيميشن، واحد شغال ليه علاقه بالسكادولينج، واحد شغال ليه علاقه بالكوردينيشن، فهيحصل عدم تنسيق تماما، كل واحد هيشتغل وفقا لاهوائه الشخصيه. وين اللي هي بتجاوب عليه او القسم ده بيجاوب عليه؟ بيجاوب على المايلستونز والديدلاينز والاجريد ديتس، بيجاوب على المعلومات اللي انا بتناولها او يعني ايه او برسلها خلال دوره حياه المشروع. برسلها امتى؟ فين المايلستون؟ برسلها على كم مرحله؟ مرحله التصميم، مرحله التنفيذ، مرحله التشغيل والصيانه وهكذا. الديدلاين بتاع قد ايه؟ الديتس اللي انا متفق بيها مع جميع الاطراف، بحيث ان انا دلوقتي لازم اعرف، لان احنا دلوقتي زي ما قلنا بنلعب ماتش خلاص، ففي واحد بيبص لي كوره وانا ببص الكوره، فانا عاوز اعرف اللي هيوصل لي الكوره ده هيوصلها لي امتى، ماشي؟ لان انا بمنتهى البساطه انا دلوقتي عاوز اشتغل في حاجه في الموديل، فمستني فلان او الطرف ده يخلص حاجه، فلازم اعرف هيخلص امتى، لازم اعرف المايلستون. الحاجات دي كلها مهمه. لو انا ما اعرفش الكلام ده كله خلاص يبقى كل واحد شغال انا مش عارف المعلومه هتجي لي امتى ومش عارف انا هطلعها امتى، فلازم نتفق من بدايه المشروع على المايلستون او ان احنا نجاوب على وين. خامس حاجه او رابع حاجه هو اللي هي بتوصف ايه؟ بتوصف الرولز اند ريسبونسابيلتيز. لازم اعرف الرولز، لازم اعرف الادوار، مين بيمثل الادوار المختلفه من كل طرف من اطراف المشروع، مين البيم مانجر، مين التكنيكال مانجر، مين البيم كوردينيتور، مين البيم سبيشاليست في كل طرف من اطراف المشروع. ومش كده بس، اعرفهم واعرف الريسبونسابيلتيز، اعرف هم بيقوموا بايه، دوره ايه، عشان بناء عليه اعرف اتواصل او الناس كلها تعرف تتواصل مع بعضها. يبقى عندك في كي بيرسونز في جميع اطراف المشروع كلهم موجودين، بحيث ان احنا نعرف نتواصل. which information required information required terms of definition. لازم اعرف المعلومات اللي انا يعني هنقلها او هستلمها، ايه هي المعلومات، عباره عن ايه، عباره عن مثلا يعني مثلا حاجه خاصه مثلا بميوز معين او محدد. لازم الانفورميشن اللي هتجي لي لازم اكون عارفها ومتحدده بالوقت وبالتاريخ. بعدين هاو زي ايه؟ زي كلاسيفيكيشن. دلوقتي زي ما احنا عارفين ان في كلاسيفيكيشن كتير موجوده، في انظمه كلاسيفيكيشن كتير، في انظمه كلاسيفيكيشن امريكيه، في اوروبيه، في بريطانيه، في كاستمايزد يعني مثلا خاصه بالشركه وخاصه بالمؤسسه. يعني انا كمؤسسه عندي ممكن اعمل كلاسيفيكيشن خاص بيا، فلازم اعرف ايه او ايه هو الكلاسيفيكيشن او ايه هي الكلاسيفيكيشن اللي انا همشي عليها اثناء فتره المشروع. نيمينج كونفنشن، تسميه المستندات او تسميه الموديل، تسميه الفايلات لازم لها اسلوب واحد، لازم الكل بيسمي المستندات او الدوكيمنت بتاعته تسميه واحده. ما ينفعش كل سب كونتراكتور، ما ينفعش كل ديزاينر او كل سبيشاليست يسمي على بمزاجه الشخصي،
عشان في الاخر هفاجئ ان مثلا السبيشاليست الخاص بالانرجي مثلا عنده فايلات مسميها بطريقه مختلفه، الشخص السب كونتراكتور اللي شغال مثلا افترض في الكلادنج في الاستراكشر ستيل كل واحد شغال بتسميه مختلفه. ما ينفعش، لازم نيمينج كونفنشن معين، لازم اللي هو نمبرنج سيستم محدد لكل عناصر المشروع. الكوردينيتس، الكوردينيتس طبعا انت عندك مش طرف واحد شغال، في عندك اطراف كتير، في عندك سب كونتراكتورز، في عندك ديزاينر، في عندك يعني كونسلتنت، وعندك سب كونسلتنت، كل الناس دي شغاله. فلازم الكوردينيتس بتاعت الموديل تكون متحدده، علشان الموديل ده عباره عن ايه؟ عباره عن تجميع لمودلز كتيره، ممكن المودلز توصل 10 او 15 موديل، كل واحد او كل سبيشاليست او كل سب كونتراكتور بيبعت الموديل بتاعته. فالكوردينيتس لازم تبقى محدده بدقه. الفايل فورمات، الفايل فورمات انت عندك كل واحد شغال على حسب يعني ايه الاستفاده الشخصيه بتاعته، واحد شغال مثلا ريفيت، واحد شغال تكلا، واحد شغال اركيكاد. فلازم اعرف الفايل فورمات اللي هيتم تناول او تداول بين المعلومه عباره عن ايه، فايلات ريفيت، فايلات اي اف سي، فايلات مثلا اركيكاد، ايه هي. سيكيورتي، لازم نفس الكلام سيكيورتي، لازم اعرف الصلاحيات الخاصه بكل طرف من اطراف المشروع. واحد عنده مثلا صلاحيه الابديت، واحد عنده صلاحيه التعديل، واحد عنده صلاحيه انه يشوف بس، واحد عنده صلاحيه انه يرفع ار اف اي وهكذا، واحد عنده صلاحيه انه يعتمد التغييرات الموجوده. فلازم اعرف السكيورتي مين مسموح له بايه اثناء تنفيذ المشروع. الموديل تشيكنج، الموديل طول ما هو شغال لازم نشيك عليه ككواليتي، ككوردينيشن، كل الكلام ده كله لازم بيتم، لازم اعرفه قبل الشغل، قبل ما اشتغل لازم اعرف ازاي انا هشيك على الموديل. كولابوريشن، اطراف كثيره شغاله في المشروع، فبالتالي لازم اعرف الناس دي كلها هتخاطب بعضها ازاي، فين البروسيجر اللي هيتخاطبوا بيها، فين المعلومات اللي هيتم تداولها ما بين الناس دي كلها. تريننج، لازم اعرف اللي هي الامكانيات الخاصه بالناس اللي هتشتغل في الايه في البيم عامه، هل هم كواليفايد ان هم يشتغلوا في مشروع مثلا بالحجم ده او بالشكل ده، لو مش كواليفايد ايه هي التريننج المطلوبه ليهم علشان خاطر يوصلوا لمستوى من الجوده او مستوى من المهاره انهم يشتغلوا في الايه في المشروع. اخر حاجه وير انفورميشن ار اكسشنجد او ستورد، المعلومات دي كلها او الموديل ده كله هيتخزن فين، هيتم المعلومات دي كلها هنعرف هنشوفها فين، هل عندنا مثلا حاجه زي بيم 360، هل عندنا حاجه زي الايكونكس، حاجه مثلا اونلاين، هل عندنا مثلا في المكتب او في الشركه عندنا سيرفر حاطين فيه كل حاجه وشغالين عليه. الكلام ده كله لازم يتحدد. بمجرد ان انت جاوبت على كل الكلام ده كله انت بمنتهى البساطه عملت البيم اكسكيوشن بلان خلاص. بس في حاجه بقى، انت دلوقتي هتجاوب الكلام ده بناء على ايه؟ بناء على الدوكيومنتس الثانيه انت موجوده عندك. فنلقي نظره عليها، وبرضه هنلقي نظره على البي اي بي بعد كده، ايه هي المكونات بتاعتها كبروتوتايب. هنا بيقول ايه اللي يحصل هنا لو احنا ما عملناش او الكلام ده كله مش متحدد، الكلام اللي احنا قلنا ده لو احنا مش محددينه في الاول خالص، ايه اللي ممكن يحصل في المشروع؟ لو احنا مش محددين مثلا الرولز اند ريسبونسبيلتيز، بمنتهى البساطه كل شخص في المشروع مش عارف هو هيكلم مين، مش عارف مين هيعمل ايه، مش عارف هيكلم مين، مش عارف الصلاحيات بتاع كل شخص. ماشي. البيم يوز، لو انا ما اعرفش البيم يوز اللي هيحصل، كل واحد هيشتغل من دماغه، ما حدش هيرفض الشغل، كله هيشتغل، بس كل واحد مثلا انا دلوقتي مثلا شغال ايه، انا عايز او المالك عايز يستخدم البيم عامه في الكوردينيشن، في واحد لا، في واحد شغال معاه وفي النتيجه ما يعرفش، شغال كاستخدام انرجي اناليسيس، عمال يحط بارامترز، عمال يرسم حاجات ليها علاقه بالخاص بالانرجي، طبعا مجهود كبير عمال يبذل وفي الاخر يعني يوزلس، ما حدش بيستخدمه يعني. نفس الكلام لو انت عايز استخدام الكوردينيشن، واحد شغال في الكوست فعمال يحط بارامتر في الكوست، عمال يبذل مجهود كذا، او انت عاوز مثلا او واحد عمال يرسم مثلا ايه ليفل اوف ديتيل عالي وانت مش محتاجه، يعني بيم يوز بتاعك اللي انت عايز تشتغل بيه مش محتاج ليفل اوف ديتيل عالي، فعمال نفس الكلام الملفات تقيله، وعمال الشغل اللي بيخلص في يوم بيخلص في 10 ايام نتيجه الليفل اوف ديتيل عالي، الكلام ده كله مش مطلوب
خلاص. الميجر بروجكت مايلستون برضو لو مش موجوده الناس مش هتعرف هم هيسلموا ايه امتى وهم هيستلموا ايه ومن مين خلاص. فالناس هيبقى في حاله توهان. البروجكت بروسيس فور كولابوريشن، انت دلوقتي عندك بروسيس شغاله للكولابوريشن للتعاون بين كل الاطراف. انا هستلم معلومه من فلان هوديها لفلان، لما اخلص الخطوه الف هروح الخطوه ب وبعدين اخلص الخطوه ب هروح الخطوه ج. كل دي خطوات لو انا مش عندي خلاص انا كده وقفت مكاني، انا مش عارف لما اخلص الاي ده هروح فين، مش عارف ايه المتطلبات اللي انا مفروض اخدها من حد تاني عشان اخلص اللي فيه. انفورميشن ديليفري بلان نفس الكلام، لازم يكون لازم اعرف الديليفري بلان بتاع الانفورميشن، المعلومات اللي هيتم تداولها لازم اعرفها بالظبط هي ايه وامتى. البيم اوريجين اند اورينتيشن، بيم دي اختصار اللي هي بروجكت انفورميشن موديل، ده اللي هو الموديل اللي بيتم انشاؤه اثناء مرحله التصميم والتنفيذ. لازم اعرف الاوريجين بتاعته اللي هو السيرفينج بوينت بتاعته والاورينتيشن والتوجيه بتاعه، علشان خاطر زي ما قلنا في ناس كتير شغاله معانا مع بعض، فكل الناس لازم يكون عندها نفس السيرفينج بوينت، لازم يكون عندها نفس الاورينتيشن، عشان لما نجمع الفايلات دي كلها او نجمع المودلز دي كلها مع بعضها يكون ماتشنج. الفايل نيمينج اند كونفيجريشن، المسميات بتاعه الفايلات لازم كل المسميات تتبع نفس النظام. انا في نظام محدد او نظام معين الكل بيتبعه، مش هينفع كل واحد سبلاير او كل سب كونتراكتور بيتكلم او بيسمي المستند او الموديل بتاعه مزاج. اجريد كونستراكشن تولرنس فور اول ديسيبلين، نفس الكلام التولرنس المطلوب في الشغل لازم برضو يتحدد. سوفت وير فيرجن، الفيرجن انا دلوقتي شغال بريفت 2014 والسبلاير شغال 2018 مثلا، الشغل بتاعه اجي افتحه عندي ما افتحش خلاص، فانا مش عارف اتواصل معاه ان هو شغال بفيرجن اكبر من اكتر من فيرجن بتاعي. علشان اعرف اشتغل على الشغل بتاعه لازم الملف بتاعه ده يتاخد يتحول اي اف سي واعمل له انسيرت عندي او لينك عندي على الموديل بتاعي. طب لما اعمل لينك عندي على الموديل بتاعي ايه اللي هيحصل؟ مش هيكون عندي امكانيه للتعديل، فخسرت ايه او يعني فقدت ميزه مهمه جدا خلاص اللي هي امكانيه التعديل. فده برضو لازم نتفق من الاول خالص على الفيرجن اللي احنا هنشتغل بيها. هل كلنا هنشتغل مثلا بريفيت 2022 ايا كان؟ يعني في بعض المشروعات يعني احنا على سبيل المثال في المشروع اللي انا شغال فيه شغالين بريفيت 2014، احنا في 2020 وشغالين بريفيت 2014 ومش عاوزين نحول 2020. ليه بقى؟ لان انت عندك عشرات الفايلات، انا عشان امسك كل فايلز اقعد احول كل الفايلات من 2014 ل 2020 مشكله كبيره جدا. فكل الناس شغاله 2014 ماشي وكل مجبر انه يشتغل 2014. اكسشينج فورمات نفس الكلام، الفايل فورمات نفسه عباره عن ايه؟ عباره عن ريفت ولا عباره عن اي اف سي ولا عباره عن كذا؟ لازم اعرف بالظبط فين ايه الفايل فورماتس اللي احنا هيتم التبادل فيها في المشروع. الكلام ده كله بقى لو احنا ما نفذناهوش ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان المشروع هيفشل. يعني دلوقتي احنا عارفين او الناس كلها عارفه او يسمعوا ان مثلا البيم، علشان انت لما تنفذ بيم في المشروع هينجح نجاح ما اعرفش ايه، والكوست هيبقى كويس والبلاننج والكوردينيشن والكلام ده كله، تيجي تطبقه تفاجئ ان المشروع فشل خلاص. مع ان انت لو طبقته بالطريقه التقليديه اللي احنا متعودين عليها من زمان هتلاقي المشروع نجح. فالدنيا معكوسه، انت اشتغلت ببيم المشروع فشل، شغلت تراديشنال المشروع نجح. ليه فشل المشروع؟ نتيجه اللي انت شايفه ده، ان المشروع ما كانش ليه بيم اكسكيوشن بلان، فبالتالي الناس كلها تايهه. عشان كده بنقول الدوكمنت دي مهمه جدا عند بدايه المشروع او قبل البدء في المشروع. الشكل ده بيوضح ايه؟ بيوضح الانفورميشن ديليفري سايكل. انت عندك دلوقتي مشروع خلاص في بيتم فيه معلومات او تبادل معلومات، فده عباره عن زي ما تقول كده لايف سايكل للانفورميشن، بتبدا بايه وبتنتهي بايه. علشان نقرا الشكل ده، الرسمه دي موجوده من اللي هو الكود البريتش ستاندرد فمتاخده منه. الشكل ده بيتقري منين؟ بيتقري من فوق على اليمين من هنا. المشروع عامه بيبدا بحاجه اسمها employer information requirements EIR او exchange information requirements. في الايزو الاخير اللي هو 19650 اتحول الاسم من employer information requirements ل exchange information requirements. اسمات مختلفة لكن المحتوى واحد. المهم هنبدأ بيه خلاص وهنمشي في الاتجاه ده. هنا مرحلة البريكيورمنت، مرحلة التسعير والعقود والعطاءات والكلام ده كله
خلاص هناخد الكلام ده كله، هيتم انشاء منه او هيتم بناء عليه هيتم ايه عمل البيم اكسكيوشن بلان في المرحله دي. خلاص المرحله دي اللي هي مرحله عمل بيم اكسكيوشن بلان هي مرحله امضاء العقد او خلاص الترسيه، ان انا رسيت الايه المشروع ده على المقاول ده او المشروع ده خلاص المصمم ده اللي هيشتغل. خلاص ده هنا الكونتراكت اوورد اللي هو خلاص الكونتراكت خلاص اترسى على واحد معين. هنعمل بعد كده ما يسمى بالام اي دي بي اللي هي ماستر انفورميشن دريفن بلان، ده عباره عن بلان كده اهو بيوضح فيه كل المعلومات اللي في المشروع هتتعمل امتى، هتتعمل ازاي، ايه هو الفورمات، مين المسؤول وهكذا. دي المرحله دي بعد البي بي او جواها، يعني ممكن البي بي من جواها الماستر انفورميشن دليفري بلان. كان بعد كده هندخل الناحيه دي خلاص هنبدا بقى المشروع. المشروع مراحل مختلفه اللي هي بريف كونسبت ديفينيشن ديزاين بيلد اند كوميشننج، وعندك هاند اوفر اند كلوز اوت. ده مرحله المشروع لغايه ما يخلص الناحيه دي. خلاص طبعا اثناء مرحله المشروع بيتم ايه تبادل المعلومات، مرحله اولى ثانيه ثالثه رابعه وهكذا يعني لغايه ما نوصل لمرحله انتهاء التنفيذ. وبعدين ندخل في مرحله الايه التشغيل والصيانه. دي مرحله التشغيل والصيانه ودي مرحله التنفيذ. احنا يهمنا من الكلام ده كله النقطه دي البيم اكسكيوشن امتى يتم، وعشان يتم محتاج ايه، هيتم في بدايه المشروع، وعلشان يتم محتاجين الامبلوير انفورميشن ريكويرمنتس او الاكسشينج انفورميشن ريكويرمنتس. دي صوره ثانيه برضو بيوضح مكان البي اي بي وعلاقتها بجميع الايه ريكويرمنتس الخاصه في المشروع. زي ما احنا قلنا قبل كده في الشكل اللي فات، احنا عشان نعمل بي اي بي محتاجين ايه، محتاجين اكسشينج انفورميشن ريكويرمنتس. ده المستند الاساسي اللي بناء عليه هننفذ ايه او هنعمل بي اي بي بتاعنا. من غير ده مش هنعرف نعمل، من غير ده مش هنعرف نجاوب على الاسئله اللي احنا قلناها قبل كده. احنا قلنا قبل كده علشان نعمل بي بي نعمل ايه، نجاوب على الاسئله دي. على لما نجاوب على الاسئله دي اللي بيحصل خلاص البي بي خلص، خلاص خلص. طب عشان نجاوبها عشان نعرف الاجابه الصح هنعرفها بناء على الاي اي ار اكسشينج انفورميشن ريكويرمنتس او الامبلوير انفورميشن ريكويرمنتس. ده المسمى ده وفقا للايزو الاخير، والامبلوير انفورميشن ريكويرمنتس اللي هي دي وفقا للبريتش ال 2-1. خلاص طب دلوقتي انت عندك ده، علشان تعمل ده محتاج ايه، محتاج حاجه اسمها اسيت انفورميشن ريكويرمنتس، وعشان تعمل ده محتاج ايه، محتاج حاجه اسمها اورجانيزيشنال انفورميشن ريكويرمنتس، وبرده محتاج هنا ايه، محتاج حاجه اسمها بروجكت انفورميشن ريكويرمنتس. كل الكلام ده انت محتاجه عشان تعمل المستند ده، والمستند ده انت محتاجه علشان تعمل المستند ده اللي احنا لا او اللي هو موضوعنا النهارده. خلاص كل الكلام ده مين اللي بيعمله؟ بيعمله ما يسمى الابوينتنج بارتي. مين الابوينتنج بارتي؟ ده اللي هو الاونر كلاينت صاحب الشأن، هو اللي هو صاحب القرار. ماشي؟ والابوينت بارت ده اللي هو السبلاير، سب كونتراكتور، المصمم وهكذا. المسميات دي كلها مبنيه على ايه؟ مبنيه على الايزو 19650، علشان لما تقرا المواصفات دي هتلاقي المسميات دي بحيث انها تكون واضحه. هنعمل ايه دلوقتي؟ نظره سريعه على المسميات دي ونظره سريعه على الدوكيومنتس دي قبل ما ندخل على البي بي. مجرد بس نظره سريعه للعلم بالشيء، ما يهمناش النهارده تفاصيل بقدر ما يهمنا العلم بالشيء. الشكل ده بيوضح مين هو الابوينتنج بارتي ومين هو الابوينتد بارتي. هنا الابوينتنج بارتي ده اللي هو ريسيفر فور انفورميشن، اللي بيستلم المعلومات هو ده الابوينتنج بارتي، واللي بيسلم المعلومات هو ده الابوينتد بارتي. الابوينتد بارتي ده في بعض الاحيان بيستلم معلومات من شخص تاني، ماشي؟ ففي الحاله دي بيسمى ليد ابوينتد بارتي، والشخص اللي بيسلمه بيكون اسمه ايه؟ ابوينتد بارتي. ماشي؟ ده بصوره بسيطه. شكل تاني نفس appointing party ده هو receiver of information، وده lead appointed party ده provider for information. بمعنى صح client supplier، client designer، client subcontractor او main contractor. وده appointment ده اللي هو العقد اللي تم ما بين الشخص ده والشخص ده او الطرف ده والطرف ده. ده شكل بقى هيوضح كله. appointing party ده عباره عن ايه؟
كلاينت. خلاص الليد ابوينت برضه عباره عن اركتكت او ديزاينر او الاستراكشر انجينير او السيرفيس انجينير او مين كونتراكتور، كل دول ليد ابوينتد بارتي. تحت منهم ناس تانية، ممكن الاركتكت مطلع شغله لواحد متخصص في الاكوستيك، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه ابوينتد بارتي. ماشي، نفس الكلام المين كونتراكتور تحتيه سب كونتراكتورز، والسب كونتراكتور تحتيه سب سب كونتراكتورز، وهكذا. كل الناس دي اسمها ابوينتد بارتي، والشخص ده اسمه ليد ابوينتد بارتي، وده اسمه ابوينتينج بارتي. ليه بنقول الكلام ده؟ عشان دي المسميات الموجوده في الايزو، فلازم نكون احنا عارفين المسميات دي عشان لما نقرا الايزو نكون عارفين هم بيتكلموا على ايه. هنا زي ما قلنا هنرجع تاني بسرعة، احنا هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على الدوكيومنتس دي 1 2 3 4 علشان اللي بناء عليها هنعمل الايه؟ البي اي بي بتاعنا. خلاص، فهنتكلم بصورة سريعة على الدوكيومنتس دي، او اي ار، اي اي ار، بي اي ار، اي اي ار، اللي هيطلع منها البي اي بي. هنا الاو اي ار ده عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن الانفورميشن الخاصة بالاورجنايزيشن او بالمؤسسة نفسها، بس التعريفات بتاعتها بتبقى او الريكوايرمنت بتاعتها او الانفورميشن بتاعتها بتبقى هاي ليفل، هاي ليفل استراتيجيك اوبجيكتيف. يعني هو المؤسسة دي او الشركة دي عندها اوبجيكتيف معينة، ماشي، اهداف معينة، الاهداف دي بتاعت المؤسسة عامة او بتاعت الشركة عامة بغض النظر عن المشروع، عندها اهداف تطبق على كل المشاريع اللي عندها، اهداف عامه خاصه. طبعا احنا بنتكلم على ايه؟ الحاجات الخاصه بالبيم، ما بنتكلمش عامه باهداف الشركه عامه، لا بنتكلم على الاهداف الخاصه بالموديل بالبيم نفسه. زي ايه مثلا؟ عاوزين يقول لك موديلنج ذا اسيت تو سبورت اوبريشنال ديسيشن ميكنج. لازم الاسيت ده اللي هو المنشا او المكونات المنشا نفسه لازم تتعمل علشان سبورت ايه؟ اوبريشنال ديسيشن ميكنج. ده قرار استراتيجي، يعني انا ما قلتلكش اعملها ازاي، لكن انا عايزك لما تعملها بتحقق الكلام ده كله. ماشي، عاوزين determining the operation and the financial impact of asset unavailability or failure. نفس الكلام، عاوزين نحدد الاوبريشنال والفاينانشال امباكت، التاثير التشغيل والمالي، ماشي، للايه؟ للمنشا او للايكويبمنت اللي في المنشا. مش هندخل بالتفصيل في الكلام ده كله، ده بس العلم بالشيء. احنا كل هدفنا ان في حاجه اسمها او اي ار، دي بتعمل ايه؟ دي فيها انفورميشن هاي ليفل، انفورميشن خاصه بالمؤسسه او خاصه بالشركه. هيطلع منها حاجه اسمها اي اي ار، انفورميشن ريكويرمنتس. دي عباره عن ايه؟ دي عباره برضه عن انفورميشن بس خاصه بالتشغيل والصيانه، خاصه بالتشغيل وخاصه بالمكونات المشروع. مكونات المشروع ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون MEP equipment، ممكن تكون اي مكونات مشروع، مثلا كيرتن وول، اللايتنج، التشيلرز، الكولينج تاورز، كل الكلام ده كله دي مكونات خاصه بالمشروع. فالريكويرمنت بتاعتها اللي هو بتطبق فين؟ في الاسيت انفورميشن ريكويرمنت. دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن دي عباره عن سبيسيفيك لكل مشروع، يعني كل مشروع ليه الاسيت انفورميشن ريكويرمنت. المشروع ده غير ده غير ده غير ده غير ده. الاو اي ار ده شامل لكل المشاريع، الاي اي ار ده لكل مشروع على حده. بيتكون من ايه بقى الكلام ده كله؟ بيتكون من ثلاث سكاشن، مانجيريال، كوميرشال، تكنيكال. كل قسم من دول بيخاطب او في معلومات خاصه او في متطلبات خاصه معينه. برضه زي ما قلنا مش هندخل بالتفصيل في الكلام ده كله، اللي عايز يعرفها ممكن النت مليان يعني، وبحيث ان انت ايه نتكلم. احنا موضوعنا النهارده البي اي بي، بس بنتكلم عن ده ليه؟ بنتكلم عن ده علشان بنقول ان الكلام ده هو اللي بيؤدي الى البي اي بي او البيم اكسكيوشن بلان. لو انت واخد بالك احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على المنتج النهائي، ما بنتكلمش على اللي في ايدينا دلوقتي، بنتكلم على اي اي ار، الاسيت انفورميشن ريكويرمنتس، بنتكلم على المنتج النهائي اللي هيطلع شكله ايه. الاستراتيجيه دي مهمه جدا، لان انت زي ما بنقول ايه، حاجه اسمها ستارت وذ اند مايند. انا ببدا
والنهايه بتاعتي في مخيلتي عشان اعرف انا هشتغل ازاي. فانا ببدا عاوز اعرف الاسيت بتاعتي هيكون في عباره عن ايه، مكوناتها ايه، علشان بناء عليها هعمل ما يسمى EIR اللي هو الاكسشينج انفورميشن ريكويرمنتس او الامبلوير انفورميشن ريكويرمنتس اللي بتحدد متطلبات المالك، اللي هي بناء عليها هتطلع من عندي كمالك او هتطلع من عندي ككلاينت هتروح للسبلاير او المين كونتراكتور او الديزاينر اللي هو هيعمل ايه البي اي بي بتاعته. البي اي ار ده برضو دوكيومنتس تاني، المعلومات اللي فيه خاصه بالديليفري اوف اسيت. هي المعلومات اللي فيه مش زي اللي قبليها، هي عباره عن اسئله بتطرح. الاسئله دي اجابتها بتكون موجوده فين؟ بتكون موجوده في الاي اي ار. لو نرجع بسرعه كده اهو، خلاص هنا الاسئله اللي بنتكلم عليها هيجاوب عليها هنا اهو، وهنا الاسيت انفورميشن ريكويرمنتس، الانفورميشن اللي هنا كلها هنطبقها هنا بحيث نحقق المستند ده. المستند ده هو المستند الاساسي او الرئيسي اللي بيطلع منين؟ بيطلع من الابوينتنج بارتي. ماشي، هو ده المستند الرئيسي اللي بيطلع من عنده وبيسلمه بعد كده، بعد ما يمضي العقد او قبل ما يمضي العقد، بيديه لمين؟ للمين كونتراكتور او الديزاينر او سبلاير او اي شخص معني بالموضوع. هيطلع من هنا يروح للابوينتد بارتي. فدلوقتي هندخل في الاكسشينج انفورميشن ريكويرمنتس. الاكسشينج انفورميشن ريكويرمنت هي قريبه شويه من الاسيت انفورميشن ريكويرمنتس، بس هي اكثر تفصيلا. برضو مكونه من ثلاث اقسام رئيسيين: تكنيكال، مانجمنت، كوميرشال. كل قسم في بعض الريكويرمنتس اللي ايه المطلوبه. يعني مثلا في التكنيكال في سوفت وير بلاتفورم لازم نعرفها، الداتا اكسشينج فورمات، الفايلات هيبقى شكلها ايه، الكوردينيتس، ليفل اوف ديتيلز، مستوى الدقه بتاعه المودلز، ليفل قليل ولا عالي، التريننج المطلوب للناس اللي شغاله. المانجمنت هنذكر فيها ايه؟ هنذكر فيها الستاندرد. كل دي ريكويرمنتس خاصه ايه؟ طالعه منين؟ طالعه من الابوينتنج بارتي. ماشي، طالعه من الكلاينت. انا وقت كلاينت بطلع دي الريكويرمنتس بتاعتي الخاصه بالمشروع ده اللي بديها للمين كونتراكتور اللي بناء عليه هيشتغل. ماشي، فالمقاول ده او المصمم ده هيشتغل وفقا لطلباتي انا مين؟ انا كلاينت. ماشي، او انا اونر. خلاص، فانا بطلع طلباتي علشان يعرف يشتغل عليه، عشان بناء عليه يشتغل عليه، عشان ما سيبوش وفي الاخر يشتغل ايه مع نفسه. نفس الكلام لو اتكلمنا سيكيورتي كوردينيشن اند كلاش ديتكشن، نفس الكلام. كل دي ريكويرمنتس خاصه بالايه، بالتوبيك ده. برضه ريكويرمنتس خاصه بالكولابوريشن بروسيس، ريكويرمنتس خاصه بالسيستم بيرفورمانس. ده في الجزء المانجمنت. جزء الكوميرشال نفس الكلام، داتا دروبس اند بروجكت ديليفربلز، المعلومات دي هتيجي امتى؟ ماشي، ايه تاني؟ الكلاينت ستراتيجيك بيربوس ديفاين بيم بروجكت ديليفربلز، نفس الكلام. كل الكلام ده كله خاص بالكوميرشال، وكل الكلام ده بيتعرف فين؟ بيتعرف في الاي اي ار. تحت برضه انا عامل لينك تحت كل واحد بيرميك برضه على البيم ديكشنري، بحيث ان انت تدخل هناك تعرف التوصيف الخاص بيه. يعني مثلا دوسنا على ده اكسشينج انفورميشن ريكويرمنتس، امر ده خلاص. خلصنا دلوقتي كل التعريف الدوكيومنتس اللي احنا طالبينها عشان نبدا البي بي. دي السلايدز القديمه اللي احنا حطيناها في الاول خالص، هنكررها تاني لان احنا دلوقتي داخلين على ايه؟ على البي بي. برضه تعريف البي بي عباره عن هي الانفورميشن او كيفيه اداره الانفورميشن الخاصه بالمشروع. ايه هي المعلومات وهنعملها مانجمنت ازاي؟ ودي الايه؟ دي زي ما قلناها قبل كده، دي الاسئله اللي احنا هنجاوب عليها. الاجابه بتاعتها دي مبنيه على ايه؟ مبنيه على الاي اي ار اللي هي الاكسشينج انفورميشن ريكويرمنتس اللي هي دي. عشان نجاوب على الاسئله اللي احنا شفناها لازم نقرا ده كويس، فبالتالي هنعرف نجاوب على ده. لو جاوبنا على ده خلاص يبقى البي اي بي خلص. البي بي بقى بيتكون على ايه؟ بيتكون بايه؟ ايه هي المكونات الرئيسيه للبي بي؟ بيتكون من المكونات الرئيسيه دي من 1 لغايه 14. بيتكون مثلا من بين بروجكت اكستكشن بلان اوفر فيو، بيتكون من بروجكت انفورميشن، بيتكون من كي بروجكت كونتاكتس، بيتكون من ده وده وده وده.
دلوقتي هنمشي بقى واحده واحده في الحاجات دي كلها خطوه خطوه كده اهو، بس يعني ايه مش باستفاضه قوي يعني، يعني مجرد بس ايه نظره سريعه. البروجكت انفورميشن ده مثلا، البروجكت انفورميشن في الجزء ده من البي بي بنعرف البروجكت اونر، بنعرف البروجكت نيم، بنعرف اللوكيشن، بنعرف الكونتراكت تايب، بنعرف البروجكت ديسكريبشن، البين بروسيس ديزاين، البروجكت نمبر، كل الكلام ده كله بيتم تعريفه فين؟ في القسم الخاص بالبروجكت انفورميشن. زي ما قلنا بي بي عباره عن اقسام، الاقسام اللي هم 14 قسم دول، كل قسم بيخاطب حاجه، كل قسم بيجاوب على اسئله من الاسئله دي. زي ما قلنا دي اسئله بتسال في الاول خالص، بيتم اجابتها بناء على الاي اي ار، لما نجاوبها بنحطها فين؟ بنحطها في الاقسام دي. الاقسام دي عباره عن ايه؟ عباره عن اللي بنقولها دلوقتي. اول قسم، او انا مش هشرح كله، انا هشرح اغلبه يعني، اللي هو البيم بروجكت او سوري البروجكت انفورميشن، ده اول قسم. ده نموذج على سبيل المثال، البروجكت اونر مثلا ده، البروجكت نيم ده، البروجكت لوكيشن ده، خلاص. وهنا البروجكت ديسكريبشن بنشرح بتوصيف كده اهو للمشروع، مكون من ايه. هنا البروجكت انفورميشن كل مبنى عباره عن ليه نمبر معين. هنا البروجكت سكادول فيز مايلستون، ده المايلستون بتاعه الايه، بتاعه المبنى او المشروع نفسه. الجزء الثاني من البي اي بي اللي هو كي بروجكت كونتكست. مين الكي كونتكست عندك في المشروع؟ انت دلوقتي عندك كذا شركه شغالين معاك، زي ما شفنا في اول سلايد خالص عباره عن البيم في النص، وعندنا حوالين البيم في عندنا مثلا اطراف المشروع كلهم. ممكن طبعا الاعداد تتغير، فكل واحد منهم ليه ممثل معين في التخاطب. انا عايز اخاطب مثلا المقاول بتاع الكلادنج، مين الشخص المعني بالموضوع والشركه اسمها ايه؟ بالجدول ده مثلا رول اند كومباني، هنا ليد ديزاينر للشركه دي، بروجكت ديليفري مانجر بتاع الشركه دي، اسمه ايه؟ لايميل ايه؟ تليفون ايه؟ الكلام ده كله بيتكتب في البي بي. هنا البيم يوزز، زي البيم يوزز اند جولز. دلوقتي زي ما احنا قلنا قبل كده ان كل البيم عامه ليه يوزز كتير، ليه استخدامات كتير، كل استخدام ليه متطلبات مختلفه. فاحنا يهمنا قوي نعرف في بدايه المشروع ايه اليوز او ايه المين يوز اللي احنا هنشتغل عليه، علشان نعرف الطلبات او المتطلبات اللي احنا المفروض نعملها اثناء تنفيذ المشروع. احنا ممكن المشروع يكون له كذا بيم يوز، بس في بريورتي او في حاجات عاليه قوي ماشي، وفي حاجات مثلا قليله قوي. على سبيل المثال، بس الكلام ده هيتحدد ايه؟ هيتحدد بناء على جولز. فالقسم ده في البي بي بيحدد فيه جولز اند بيم يوزز. الكولوم ده فيه جولز، الجولز بتاعتنا زي ايه مثلا؟ هنا انكريز فيلد برودكتيفيتي مثلا، ده هدف من ضمن اهدافنا. البريورتي بتاعته ايه؟ من 1 لـ 3 2 ماشي. انا عشان اعمل الهدف ده يبقى ايه البيم يوز بتاعي؟ البيم يوز بتاعي اللي هو ديزاين ريفيو و3 دي كوردينيشن وهكذا. بعمل جدول بحط فيه كل الايه الجولز بتاعتي، كل الجولز الخاصه وكل الاهداف بتاعتي اللي انا عايز اعملها في المشروع، وكل واحده ليها بريورتي، وكل واحده ليها مقابل الايه في البيم يوز. الشكل ده بيوضح ايه؟ بيوضح عندك دلوقتي المراحل تسليم المشروع، بلان، ديزاين. احنا لسه في البيم يوز او بيم يوز، عندنا بلان، ديزاين، كونستراكشن، اوبريشن. احنا عندنا تقريبا حوالي حاجه 20 بيم يوز، ممكن 22 23 حاجه زي كده. كل واحده من دول ليها يعني ايه، ليها مرحله معينه. يعني مثلا في مرحله البلان، البيم يوز في مرحله البلان اللي هي الكوست، البروجرامنج، سايت اناليسيس، مرحله الديزاين في الكلام ده، مرحله في طبعا في حاجات مشتركه بين الاثنين، يعني ديزاين ريفيو مشترك ما بين البلان من الديزاين، 3 دي كوردينيشن مشترك بين الديزاين والكونستراكشن وهكذا. كل مرحله ليها بيم يوز خاص بيها، في برايمري وفي سكندري وهكذا. نبص هنا على اللينكات دي. نفس اللي احنا شفناه ده البيم يوز، نفس الشارت خلاص.
نفس الشارت بلان ديزاين كونستراكشن اوبريشن. لو دوسنا على اي واحد من دول 3D كوردينيشن هشرحه لك ديسكريبشن بوتنشال فاليو ريسورسز ريكوايرد. طبعا لو انت خدت بالك انا دلوقتي عاوز اشتغل في بدايه المشروع قلنا هنشتغل 3D كوردينيشن. ايه هو كبيم يوز؟ ايه هو عباره عن ايه؟ ديسكريبشن بتاعه كده اهو. بوتنشال فاليو هضيف ايه المشروع هيضيف ده. الريسورس ريكوايرد لازم اعرف الريسورس ريكوايرد لان بناء عليها هعرف السوفت وير اللي شغال فيه. انا دلوقتي عايز اشتغل في الاستراكشر اناليسيس السوفت وير بتاعه ايه او الانرجي اناليسيس لازم اعرفه من الاول خلاص. فلازم القرار ده يتعرف من الاول خالص في ريسورس خاصه بيه. التيم كومبتنسز ريكوايرد الناس اللي هتشتغل ايه امكانياتها ايه مهاراتها ايه المهارات المطلوبه عند الاشخاص اللي هيشتغلوا في الايه في البيم يوز ده. بالمثال هنا عباره عن ايه ability to deal with people and project challenges ability to manipulate navigate and review 3D models. كل دي متطلبات او قدرات موجوده في الاشخاص اللي هيشتغلوا في المشروع علشان يحققوا البيم يوز ده. لو رجعت تاني اي بيم يوز هي دي كل بيم يوز موجوده. اي بيم يوز انت عايزها بيدوس عليها كليك على طول هتروح على ايه على الديسكريبشن والريسورس ريكويرمنتس والكومبتنسز ريكويرمنتس وهكذا. نجرب اي واحد تاني مثلا نجرب 3D كنترول نجرب مثلا انرجي اناليسز هتلاقيها نفس الايه تايتلز ديسكريبشن بوتنشال فاليو ريسورس ريكويرد تيم كومبتنسز ريكويرد وهكذا. برضو لينك تاني يوضح برضو البيم يوزس على سبيل المثال هنا هتلاقي هنا البيم يوزس المختلفة كل دي بيم يوزس. ممكن تدوس على كليك دوس كليك على اي واحدة هيفتح لك البيم ديكشنري يشرحها لك هي عبارة عن ايه وهكذا. ده ديسكريبشن زي اللي احنا شفناه دلوقتي حالا 3D coordination عبارة عن ايه ديسكريبشن بوتنشال فاليو ريسورس ريكوايرد وهكذا نفس الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي بس ده بس شكل ايه ليه. هنا جدول ممكن نضيفه على البي بي عباره عن البيم يوز اناليسيس ورك شيت بنحدد فيه ايه هي البيم يوز بتاعت المشروع ايه الفاليو بتاعتها مين الريسبونسبل بارتي مين اللي هينفذ الكلام ده كله وهكذا. اديشنال ريسورسز ايه الحاجات المطلوبه عشان خاطر نحقق الكلام ده كله بحيث ده الجدول ده موجود في بدايه المشروع ده خاص بالبيم يوزس. طبعا بناء على البيم يوزس بيترتب عليه حاجات كتير جدا في المشروع. بيترتب عليه مين هيشتغل ايه امكانياته ايه الريسورسز اللي عندك طريقه الشغل شكلها ايه. فتخيل انت مثلا دخلت المشروع والناس مش عارفه ايه البيم يوز بتاع المشروع احنا هنشتغله ليه هنشتغل عشان كوست ولا هنشتغل عشان اناليسز ولا هنشتغل عشان سستينابيليتي ولا هنشتغل عشان خاطر ايه. لازم نعرف الكلام ده كله قبل ما نبدا شغل. فالكلام ده كله بيتكتب في الدوكيومنتس اللي هي البي اي بي قبل ما نشتغل لازم كله يتحط ويتعرف بالظبط انت عايز ايه. هنتكلم سيكشن تاني من السكشن بتاعت البي اي بي اللي هي اورجنايزيشن رولز اند ستافنج. هنا الجدول ده مثلا بيوضح انت عندك مودلز كتيره عندك اركتكشرال اتش باك معرفش بلامنج الكتريكال كل دي مودلز ماشي. الموديل ده عباره عن ايه؟ توصيف ليها موديل كونتنت ليها والبروجكت فيز مطلوبه في اني فيز في المشروع ومين الكمباني او مين الناس او مين الشركه اللي هتطلع الموديل ده وايه هو السوفت وير اللي بناء عليه او اللي انت هتشتغله عشان تطلع الكلام ده كله. كل الكلام ده المفروض برضو ايه؟ يتحط في الاول خالص عشان نعرف المودلز المطلوبه مين المسؤول عنها السوفت وير اللي شغال بيها. هنا البيم يوز ستافنج الجدول ده برضه تحت نفس القسم اللي هو الاورجنايزيشنال رولز اند ستافنج بيوضح ايه؟ بيوضح انت عندك بيم يوز زي ما قلنا قبل كده كذا نوع على سبيل المثال دلوقتي 3D coordination عاوزين نعرف مين الشركه اللي هتشتغل له كونتراكتور ايه مثلا نمبر اوف توتال ستاف فور يو بيم يوز الناس اللي هتشتغل له كام واحد استيميتد وركر اور لوكيشن
الليد كونتاكت، لما انا عاوز اكلم، لو انا عايز اكلم الناس دول هكلم مين؟ اكلم فلان اللي هو موجود فين، موجودين من الشركه دي، اللي هو بينفذ ايه، بينفذ ده، وهكذا. قسم تاني اللي هو البيم بروسيس ديزاين. ايه هي البيم بروسيس ديزاين ده؟ عباره عن ايه؟ دي عباره عن العمليات اللي بتتم، اللي احنا بنعملها علشان ننفذ البيم يوز. يعني مثلا على سبيل المثال لو هنقراها بسرعه، يقول لك these process maps provide detailed plan for implementation of each BIM use. بنعمل او بتشرح كيفيه تطبيق البيم يوز ده. بتعرف ايه؟ define specific information exchange، بتعرف المعلومات اللي انت هيتم تناولها في المشروع بالظبط، for each activity، لكل نشاط. وهنا building the foundation for entire execution plan، بيعمل او هي بتمثل القاعده الرئيسيه للبيم execution plan. وهنا plan should include the overview map of BIM use. نفس الكلام دي لازم تحتوي او بتشمل على وجهه نظر عامه للبيم يوز. انت دلوقتي شغال، هنستخدم البيم كوردينيشن كبيم يوز. عشان اعمله محتاج ايه؟ في بروسيس معينه، في خطوات، خطوه 1 2 3 4 5. الخطوات دي لازم تتعرف. الخطوه 1 دي مين هيعملها؟ هيتليها هيتلوها الخطوه رقم 2. الخطوه رقم 2 انا عشان اعملها محتاج انفورميشن من فلان، هتجي لي امتى؟ هتجي لي من فلان الناحيه دي، وهكذا. انا هاخد المعلومات دي وهوديها للخطوه رقم 3. ده نموذج للبروسيس، او اللي هي البروسيس ماب الخاصه بايه؟ خاصه بالديزاين كوردينيشن. ديزاين كوردينيشن ده اللي هو البيم يوز. فانت عندك بيم يوز خاص بالكوردينيشن، بنى عليه حاجه اسمها بروسيس ماب، بتوضح فيه كل العمليات المطلوبه. هنبدا العمليه، في عندك كذا كذا حاجه، خطوه 1 2 3 ده هيتلوها كذا. انا عشان لما اخلص الخطوه دي مثلا محتاج المعلومات دي، او بطلع المعلومات دي، وبعدين لما اروح الخطوه دي محتاج المعلومات دي، وهكذا. خطوه 2 3 4 5 6 وهكذا، لغايه ما اوصل لغايه نهايه تنفيذ البروسيس دي. دي طبعا مهمه جدا، لان عشان الناس اللي شغاله في المشروع، اي واحد شغال فيه عارف بالظبط هو فين، انا موجود في الخطوه دي ولا موجود في دي. طب عشان اطلع من هنا محتاج ايه؟ وعشان لما اطلع من هنا اروح لمين؟ هنا مين اللي بيعمل الكلام ده كله؟ البيم كوردينيتور، هيوديه برضه البيم كوردينيتور، وهكذا. وهنا اول ديسيبلين، كل الناس هتشتغلها. فواضح جدا الادوار، الناس مين اللي هيشتغل الاكتيفيتي دي، ماشي، ولما يشتغلها هيوديها لمين، وايه المعلومات المطلوبه علشان تبدا الشغل فيها، وهكذا. البروسيس ماب دي لكل بيم يوز ليه بروسيس ماب. فانت عندك مثلا لو عندك 22 بيم يوز، في عندك 22 بروسيس ماب، ممكن اكتر كمان. ده هنتكلم على البيم انفورميشن اكسشينج. عندك معلومات دلوقتي في المشروع، المعلومات دي كلها هيتم تبادلها، فلازم احددها. فبعمل ايه؟ بعمل بريك داون لكل المعلومات الخاصه بالمشروع، ماشي؟ زي ما احنا شايفين، ده عباره عن اكزامبل. اكزامبل او سامبل. ده هنا بريك داون لكل الايه؟ لكل الاليمنتس، لكل المشروع كله. خلاص. الجدول ده في مثلا ممكن مثلا نقسمه وفقا للبيم يوز، وهكذا. يعني مثلا البيم يوز دي الجزء ده محتاج الجزء ده، وهنا محتاج الجزء ده، وهكذا. ممكن اضيف كمان حاجات للجدول، ممكن اضيف الليفل اوف ديتيل، ممكن اضيف التايم، ممكن اضيف اي حاجه، بس اهم شيء ان انا بعمل بوضح كل الانفورميشن الخاصه في المشروع من الالف الى الياء، عشان نعرف ايه اللي احنا هنعمله، هنعمله امتى، هنعمله بليفل اوف ديتيل. ليفل اوف ديتيل، انا بقول ليفل اوف ديتيل كتير. ليفل اوف ديتيل ده اللي هو مستوى دقه العنصر. ان انت دلوقتي وانت بترسم الموديل عامه، قبل ما تبدا رسم الموديل، في عندك حاجه اسمها ال او دي، ليه مسمات كتير، ليفل اوف ديتيل، ليفل اوف ديفينيشن، ليفل اوف ديفلوبمنت. بس المسمى الاخير اللي استقر عليه في الايزو الاخير اسمها ليفل اوف انفورميشن ريكوايرد، او لا سوري، ليفل اوف انفورميشن نيديد. ده المسمى الاخير اللي هو المفروض الكل ايه يتبعه. ده بيقول لك الاليمنت اللي انت شغال بيه ده، او الاوبجكت اللي انت شغال عليه ده، هيكون ايه حجم المعلومات اللي فيه، وايه مستوى دقته.
يعني لما ترسم مثلا كرسي هترسمه بمنتهى الدقة ولا هترسمه مجرد شكل كده خارجي؟ على حسب البيب يوز. لو انت هتستخدمه مثلا ككوست انت بتحطه اي حاجة، لكن هتستخدمه ككوردينيشن لا، محتاج له مور ديتيل شوية وهكذا. المهم هنا الجدول ده بيوضح ايه؟ بيوضح الانفورميشن اكسشينج، المعلومات اللي هيتم تداولها او تبادلها اثناء فترة المشروع. ماشي، الجدول ده مثلا على سبيل المثال بيوضح ايه البيميوز وقدامها البريك داون. هنا نفس البريك داون، هنا مراحل المشروع. يعني هنا مثلا نفترض الجزئية دي ستاندرد فاونديشن، ده مثلا ممكن هنملى بقى ده عايزينه ايه في البلاننج ولا في الديزاين ولا في الكونستراكشن ولا في الاوبريشن وهكذا. الجدول ده مجرد سامبل، يعني ممكن طبعا بيتغير على حسب متطلباتك، بس هو كفكره ان انت بتعمل جدول للانفورميشن وهكذا، تعرف مين اللي هيعمله امتى، ليفل اوف ديتيل ايه وهكذا. في قسم تاني في الاقسام البي بي اللي هو كولابوريشن استراتيجي، بنوضح بالظبط ازاي الناس هتتعاون مع بعضها. يعني هنا لو قرناها describe how the project team collaborate include items such as communication methods, document management and transfer and records storage etc. نشوف الجدول ده. هنا مثلا الناس هتتعاون مع بعضها ازاي؟ في مثلا meeting. ايه هي الميتنج؟ عندنا الانواع دي، ده النوع الاولاني، النوع الثاني، النوع الثالث وهكذا. كل دي انواع من الميتنجز مطلوب او مفروض ان احنا نعملها عشان نعمل اداره للبيم. الميتنج الاولاني مثلا على سبيل المثال بيم ريكويرمنتس كيك اوف، ده ميتنج بتعمل في اول مشروع. البروجكت ستيج اول مشروع، فريكوانسي مره واحده اول مشروع، بارتيسيبنت مثلا اول ديسيبلينز، لوكيشن نحدد اللوكيشن وهكذا. بيم اكسكيوشن بلان ديمونستريشن عشان نوضح عشان نناقش او نجاوب الاسئله اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. ده ميتنج نفس الكلام، بتقرر قد ايه، بارتيسيبنت مين، لوكيشن فين، ديزاين كوردينيشن، ده مثلا ده المفروض ده الفريكوينسي مثلا كل اسبوع كل اسبوعين، لان انت كل اسبوعين كل الاطراف بتيجي ونشوف الكوردينيشن ماشي عباره عن ايه، بروجكت ستيج وهكذا. فالجدول ده لازم يتحدد في الاول خالص عشان نوضح كيفيه التعاون ما بين الاطراف، الناس دي كلها هتتعاون مع بعض ازاي. هنا احنا في نفس القسم برضو، بس هنا موديل ديليفري سكادول فور انفورميشن اكسشينج. هنا نفس الكلام، الانفورميشن دي ده انا عندي مثلا انفورميشن معينه، الفايل سندر مين اللي هيبعت، مين اللي هيستقبل، المفروض ارسلها دي. ده عباره عن جدول تنظيمي، ايه المعلومات اللي هيتم تداولها والفريكونس بتاعها قد ايه وباي مثلا سوفت وير وهكذا. يعني هنا ديزاين اوفرنج تو 3 دي كوردينيشن، ده مثلا ده الانفورميشن اللي احنا هنتبادلها. اللي هيرسلها الستراكشر انجينير، اللي هيستقبلها هنحطها على الاف تي بي. ماشي، امتى؟ مره واحده في الاسبوع. ديو ديت ان يوم هنحط الموديل فايل ستراكشر، الموديل سوفت وير هنحدد الايه سوفت وير، نيتف فايل مثلا ريفيت، الفايل اكسترنج تايب مثلا اي اف سي وهكذا، بحيث الناس كلها تعرف الدليفري او المعلومات اللي هيتم تناولها او تداولها هيتم ازاي. نفس الكلام هنا برضو الكترونيك كوميونيكيشن بروسيجر، برضو ليها علاقه بالمعلومات او بتبادل المعلومات بس بقى الكترونيك. مثلا انا عامل فولدر على الاف تي بي، عامل فولدر على البيم 360 وهكذا. الفايل لوكيشن عباره عن ايه، الفايل ستراكشر نيمنج ده اسمه ايه، فولدر ولا سب فولدر ولا فايل، بحيث ان الشخص المعني يعرف على طول المعلومات دي موجوده فين ومين المسؤول عنها. قسم تاني اللي هو الكواليتي كنترول. انت دلوقتي خلاص عرفنا الموديل ايه مكوناته، هنعمله ازاي، البيم يوز والكلام ده كله، خلاص عملنا الموديل، لازم في بروسيجر بنعملها عشان كواليتي. عاوزين نشيك على الموديل ده، هنشيك عليه مش مجرد ان احنا نعمله خلاص، لا عاوزين نشيك على الموديل بطريقه مثلا بفريكونسي محدد او معين من بدايه المشروع، عايزين نعرف مين المسؤول عن التشيك ده، ايه انواع التشيك ده وهكذا. الجدول ده مثلا بيوضح اللي هي الانواع المختلفه للتشيكس اللي هو الفحص. هنا مثلا في عندك فيجوال تشيك، ان انت مثلا عندك مثلا برنامج زي النافس وورك، تمسك الموديل
تدخل جواه تعمل نافيجيشن جواه بتشيك على الموديل نفسه. مثلا مين المسؤول عن الشخص ده، مين المسؤول عن النشاط ده، فلان. السوفت وير مثلا نافس ورك، نفس فريكونسي كل قد ايه، اسبوع 10 ايام شهر ايا كان. انترفيرنس تشيك اللي هو الخاص بالايه بالكلاش ديتكشن، نفس الكلام نحددها نعرفها الاول نحددها ونشوف الشخص المسؤول والسوفت وير والفريكونسي. ستاندرد تشيك عاوزين نشوف الموديل ده ماشي وفقا للستاندرد ولا مش ماشي وفقا للستاندرد وهكذا. موديل سوري اكيوريسي اند توليرنس، عاوزين نشيك برضه على الموديل اكيوريسي الدايمنشن بتاعته، الانفورميشن اللي جواه هل هي هي يعني كافيه ولا مش كافيه، دقيقه ولا مش دقيقه. نفس كلام التولرنس، انت بتعمل في عندك كل في كل كل شغل ليه تولرنس معين، التولرنس بتاعك ده انت شغال وفقا للتولرنس المتحدد في الاي اي ار ولا لا. ماشي، وبنحدد نفس الكلام يعني مثلا هنا هي مرحله هنا هنا التولرنس المطلوب. في اقسام ثانيه طبعا في البي بي زي ده، عندك اللي هي تكنولوجيكال انفراستراكشر نيد، نتكلم على السوفت وير قبل ما نشتغل خالص، عاوزين نعرف السوفت وير انا شغال بيه، كل سب كونتراكتور كل مقاول كل ديزاينر شغال بيه. ماشي، هنا مثلا البيم يوز في الديزاين اوثرنج الديسيبلين اركتكتشرال، السوفت وير اللي انا هشتغل بيه عباره عن ايه، الفيرجن بتاعه ايه، 2020 2019 2018 وهكذا. لازم نعرف كل اطراف المشروع لازم يحددوا بالظبط ايه السوفت وير اللي هم شغالين بيه، عشان بناء عليها هنعرف ازاي هنتبادل المعلومات. الغرض من البي بي مش ان الكل يشتغل نفس السوفت وير، لا احنا نعرف بس كل واحد هشتغل ايه عشان نعرف بعديها ازاي هنتبادل المعلومات. الكمبيوتر هاردويرز طبعا كل بيم يوز ليه مواصفات او ليه متطلبات خاصه بالهاردوير. يعني مثلا لو احنا شغالين في مثلا الكوردينيشن محتاجين تابلتس، محتاجين مثلا موبايلات لان الناس شغاله مثلا في بتاع ده في الموقع وبتشوف وهكذا، محتاجين اجهزه معينه في المكاتب، محتاجين لابتوب، طب الاجهزه دي ايه مواصفاتها وهكذا. الكلام ده كله لازم يتحدد. الموديلنج كونتنت اند ريفرنس انفورميشن، هنا نفس الكلام بنحدد البيم يوز، بنحدد الفاني او كومبوننت اللي هي بتاعه الموديل نفسه بنكتبها ونحددها. ده غالبا زي ما قلنا ده تقريبا اللي هو ملخص لايه لكل مكونات البي بي. ده اخر حاجه، ثانيه واحده. هنا البروجكت ديليفربل ده نفس الكلام، التسليمات الخاصه بالمشروع هنسلم ايه امتى، يعني كل حاجه البيم سبميت الايتم ده هيسلم في اي مرحله، ابروكسيميت ديو ديت فورمات نوتس، بحيث ان الكل يكون الكل اوير. ده لينكات خاصه بالايه البي بي. قبل ما نختم عاوز اقول بس حاجه، انت دلوقتي عملت البي بي عملتها ازاي؟ عملتها دوكيومنتس. الدوكيومنتس ده عباره عن ايه؟ ممكن تكون مكتوبه بخط الايد، ممكن تكون وورد فايل، ممكن تكون اي حاجه. في دلوقتي مواقع اونلاين بتعمل ايه؟ عندها تمبليتس جاهزه للبي بي. انت بتدخل بتشوف التمبليت دي وتقعد تملاها بحيث انها تريحك جدا، الموضوع هيكون سهل جدا. هنلقي نظره عليها دلوقتي. ده موقع اسمه بلانتلي، ده عباره عن موقع بيعمل حاجات كتير من ضمنها الدوكيومنتيشن زي البي اي بي الاي اي ار وهكذا. هنعمل مع بعض بروجكت، مثلا هنسميه مثلا بيم ريبيا مثلا. عملنا دلوقتي مثلا كل الدوكيومنتس دي موجوده عندنا في بي اي بي، في تريننج، في او اي ار، اي اي ار وهكذا. انا مثلا هشتغل على البي اي بي اللي هو موضوع النهارده. كريت، هو دلوقتي بيكريت عمل لك بي اي بي جاهزه.
عبارة عن تمبليت انت بتاخدها بتملأ فيها مكوناتها، وبعد كده بعد ما تخلصها بتصدرها بي دي اف فايل. ميزتها ايه؟ ميزتها انها موجودة اونلاين، فانت عندك اطراف المشروع كلهم كل واحد ممكن يدخل يدلو بدلوه جوه. خلاص انا داخل انا مقاول كذا بدخل احط المعلومات بتاعتي، انا كذا بدخل احط المعلومات بتاعتي وابديتد. وبرضه فيها سكيورتي، يعني معنى ايه؟ يعني في ناس ليها حق انها تدخل تشوف، لكن ما لهاش حق انها ايه؟ انها انها تغير. فدي برضه من ضمن المميزات. لو انت عملت لينكس كلها في الكلام ده هتلاقي فيه انترودكشن، نفس الكلام اللي احنا قلناه اول مكونات، انترودكشن، بروجكت انفورميشن، بيم يوزز، بروسيسز، ستاندرد، تكنولوجي، ديليفربلز. لو فتحنا كل واحده من دول هتلاقي ايه؟ هتلاقي مكوناتها، بيم رولز مثلا، بيم رولز، بروجكت بيم، يوز تيبل، وهكذا. تفتح ده تلاقي ايه؟ هكذا. كل الجداول اللي احنا قلناها حطينا اهو تمبليت، انت تدخل تكتب انت ايه عايزه. موضوع بسيط جدا وسريع جدا، ونتيجه ان هو زي التشيك ليست كده، فانت متاكد ان مفيش حاجه هتقع منك. مش كده وبس، انت عندك هنا لايبرري حاجات تانية كتير قوي. ممكن يعني في حاجات هنا مش كل اللي هنا مكتوب موجود هنا، يعني مثلا عندك هنا عاوزين نعمل ايه؟ اديشنال بروسيس ديتيلز مثلا، نمسك ده نحطه الناحيه دي مثلا. ده عباره عن ايه؟ بروجكت اونر وانفورميشن كونتراكت تايب، ده اللي هو الانفورميشن اللي احنا اتكلمنا عليه في اول المشروع في اول البي بي. وممكن هنا بقى تقعد تعمل بقى فهرسه بقى، ممكن تعمل فصول سكاشن وهكذا براحتك خالص. وهنا كل الكلام ده كله اللي هو زي ما قلت لك المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها في البي بي، الجيومتري اند ريلايبيلتي ديفينيشنز، انفورميشن كونتينرز وهكذا، فايل نيمينج ممكن نمسكها ونشوف ايه اللي فيها اهو. عندك هنا ادي فايل نيمينج، عامل لك تمبليت بحيث ان انت تعملها وبناء عليه النمبرنج ايه يتكاري فوق. يعني ده الرقم ده اهو، والرقم ده وده. الرقم ده عباره عن ايه؟ عباره عن بروجكت، وده اوريجينيتور، وده فوليوم، وده ليفل، وهكذا. ده النمبرنج سيستم اللي احنا هنشتغل عليه في المشروع ده وهكذا. ماشي، فالحاجات دي مهم يعني مفيده جدا، او يعني بتوفر وقت كتير جدا. في ايه تاني هنا من اللينكات اللي احنا عاملينها هنا؟ مثلا اول لينكين دول، ده الستاندرد اللي هو اللينك بتاع الستاندرد الاخيره، ده لينك بتاع بي بي برضه موجود بحيث انه يكون مرجع للناس. يعني نفتحه دلوقتي نبص عليه. يعني مثلا ده بي بي موجوده جاهزه، نفتحها. هنعمل لها داونلود مثلا بيعمل لها داونلود اهو. ده اللي احنا عاملينه داونلود دلوقتي، عباره عن بيم اكسكيوشن بلان موجوده، بحيث ان انت بكل الكونتنت بتاعتها، بكل الشرح بتاعها، بكل الاتاتشمنت وهكذا، كل حاجه موجوده، بحيث ان انت لما تبدا ما تبداش من الصفر تبص عليها. في نماذج تانيه، ده برضه نموذج. هنا هو ده
ده نموذج تاني البي في، ده نموذج تالت ده نموذج بقى هو مفترض ان في مشروع وحاطط بياناته مش مجرد تمبليت ده، فده حلو ده كويس حاطط لك بيانات افتراضية وشغال كأنه مشروع كامل يعني، بحيث برضه الواحد يبص عليها ويشوف يعني ايه المكونات ايه الاحتياجات وهكذا. بس هو ده باختصار موضوع البي اي بي بتاع النهارده، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو حد عنده اي سؤال انا تحت امره. لو في اي حد يا جماعه عايز يسال اي سؤال ممكن يعمل ريز هاند او يبعت السؤال بتاعه في الشات. في سؤال بيقول يا باشمهندس هل ينطبق النماذج دي في المشاريع التي فيها منتجات أيضا؟ والله أنا مش فاهم السؤال فاهم معنى إيه؟ أنا قريته زي ما هو في الشات بالظبط يعني. هو بص هو عامة أنت بتكون فاهم الفكرة، عامة أنت بتطبق البيم في إيه؟ في مشروع معين. انت فاهم ان انت دلوقتي عشان تطبق البيم لازم يكون كل الاطراف كلها متفقه على معايير محدده او ريكوايرمنتس محدده، وبناء عليها ايه الريكوايرمنتس دي اللي احنا شرحناها في المحاضره 1 2 3 4 5 ايا كان بقى المشروع شكله ايه. طالما هتطبق البيم وطالما في اطراف مختلفه داخلين في المشروع يبقى الاطراف دي كلها لازم كلها تتفق على كيفيه اداره البيم في المشروع، هتتفق زي ما احنا شرحنا 1 2 3 وهكذا. لا انا بقول يعني مثلا في شركات مع منتجين منتجات غذائيه، لا ده موضوع ملوش علاقه بالبيم، ده عامه ده موضوع له علاقه بالمانجمنت عامه. احنا بنتكلم النهارده على البيم، البيم اللي احنا بنستخدم عندنا بيم بيلدينج انفورميشن موديلنج بنستخدمه في مشروعات انشائيه مشروعات انفراستراكشر ايا كان المشروع شكلها ايه، لكن اللي انت بتتكلم فيه ده عباره عن بروجكت مانجمنت عامه، مش موضوعنا النهارده. احنا موضوعنا موديلنج بيم موديلنج. لو في يا جماعه اي حد عايز يعمل اي مداخله ممكن يفتح المايك، المايكات كلها مفتوحه. استاذنك يا ام سمر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا المهندس عادل بيتحفنا دائما في محاضراته الشيقه بالمواضيع القيمه جدا والمثمره واللي بتفتح الاذهان، يعني بصراحه كميه معلومات يا مهندس عادل انت ضغطتها في الساعه دي، لكن هي محتاجه اكتر من كده بكتير بصراحه. الله يكرمك، شكرا جزيلا. والله يا مهندس عادل ربنا يبارك فيك على هذا المجهود المميز والمشرف. حضرتك عارف معاك مين؟ المهندس احمد ابو العنين. ازيك يا باشمهندس؟ حضرتك الله حضرتك ايه؟ اخ فاضل واخ عزيز. حضرتك بس يا مهندس عادل الفكر اللي حضرتك بتقوله ده محتاج ان الناس تؤمن بالتطور.
ايه الاتجاه اللي هو اللي جعل الناس تفكر ان مثل هذه الاطروحات الطيبه تبتدي من مواد الدراسه في الكليه؟ يعني ده التوجه، عشان ما نبتديش من الاخر، نبتدي من حيث انتهى الاخرين، فيبتدي الطالب يطلع يعني مشحون بهذه المعلومات اللي يعرف يطبقها، يبقى ده فكره، مش لسه بيشعر ان ده فكر دخيل عليه. فمش عارف هل ممكن وجهة النظر دي، برضو السؤال موجه لسعادة المهندس عمر سليم اللي ربنا يبارك فيه على هذا المجهود المميز، وجميع فريق العمل المشارك في بث هذه المحاضرات، فربنا يكرمكم جميعا. فنفسي اوصل هذا الفكر، ان احنا لما ساعات بنتكلم في الفيديك، ساعات بنتكلم على الريفت، ساعات بنتكلم على البيم، البيئه المحيطه مهندس عادل لسه مش مهيئه. وصلت؟ بس هي وصلت. بص، هو الكلام دلوقتي بيتطبق، بس بيتطبق في المشروعات الكبيره عامه، يعني اللي هي ليها استشاريين اجانب. أيوة. الناس دي بتيجي بتشتغل بالسيستم بتاعها، فبتدخل بشغلها، فدي الحاجات دي قريب تطبق، بس زي ما قلنا المشروعات الكبيره. بالنسبه عامه للجامعات والكليات، هو مؤخرا يعني كلمه مشروعات كبيره تقصد بيها من ناحيه القيمه الماليه ام القيمه الاستراتيجيه لقيمه المشروع من ناحيه هدفه بالنسبه للدوله؟ والله ممكن الاثنين، يعني ممكن ينفع معانا، بس اهم شيء ان انت يعني ايه بتكون متداخل مع جنسيات تانية، او مع مثلا جنسيات تانية، بحيث ان هم داخلين بشغلهم، داخلين بالسيستم بتاعهم. يعني احنا لسه في المنطقه العربيه لسه برضو ايه الموضوع مش 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 جامد قوي، يعني اللي احنا شرحناه النهارده ممكن يتطبق بس ما يتطبقش كله. يعني احنا مثلا على سبيل المثال قلنا ايه، قلنا في بعض الدوكيومنتس مفروض ناخدها منين؟ من المالك. المالك عامه ممكن ما يكونش عنده خلفيه عن الكلام ده كله، هو عايز اشتغل بيم وخلاص. فاحنا ممكن لو قعدنا معاه ممكن نعرف بس هو عايز ايه، عايز مثلا بيم يوز مثلا، عاوزين نعرف هو عايز البيم ليه، فممكن ناخدها ونبني عليها احنا ايه البي بي بتاعتنا. يعني مش لازم المشروع، يعني النهارده انا شرحت ايه، شرحت مثلا ايه 10 خطوات. ال10 خطوات دول لو في مثلا ستة ما تعملوش، خلاص احنا عارفين الاربعة الباقيين. ممكن نبدأ، يعني مش لازم نبدأ من رقم واحد، ممكن نبدأ من رقم ستة. يعني ممكن زي ما قلنا مش لازم اعمل حاجة اسمها OIR، مش لازم اعمل حاجة اسمها AIR وهكذا، لا انا ممكن اقعد معاه واخد منه كلمة واحدة، وانا عندي التمبليت اوريدي جاهزة. التمبليت دي انا هشتغل عليها وهقعد اغير فيها وفقا لايه؟ لمناقشتي مع المالك، وفقا اللي انا ايه متفهمه، او انا حاسس انه عايز ايه، او من مناقشتي ليه عارف عبارة عن ايه. بس عامه انت لو هتطبق البيم مهما كان السكيل بقى، مهما كان السكيل، انت المفروض يكون في تنظيم اثناء تطبيق الايه، اثناء تطبيق البيم، وخصوصا ان البيم مؤخرا بدا يدخل ايه، يدخل في الكونستراكشن. قبل كده البيم عامه او في مرحله كبيره الفتره اللي فاتت كان كله في مرحله التصميم. مرحله التصميم مكتب واحد، استشاري واحد، الناس كلها قاعده جنب بعضها، الناس كلها فاهم بعضها، الناس كلها شغاله بسوفت وير واحد، فالدنيا كلها سهله وسلسه، مفيش مشاكل. لكن طالما دخلت في الكونستراكشن يبقى عندك اطراف كتير، وبالتالي لازم يبقى في تنظيم ايا كان سكيل المشروع، سكيل كبير سكيل صغير، طالما البيم دخل في الكونستراكشن يبقى لازم تطبق الايه النظام بقى ايه، المعايير السليمه. لان انت دلوقتي اللعيبه معاك في الملعب كتروا، مش مجرد واحد ولا اتنين، انت بتتكلم في ستة سبعة، لازم تعملهم كنترول، لازم كنترول يعني وكوردينيشن. طيب بصراحة اكرر شكري على محاضرتك الجميلة بنيابة عن نفسي، واعتقد بنيابة عن جميع الحاضرين. يمكن انا شايف المهندس احمد درويش برضو زميلنا في الماستير كان حاضر، والناس كثيرة بغض النظر عن اسامي انا مش هقدر اجمعهم كلهم. اشكر حضرتك مره ثانيه، رجاء بس الموقع بتاع التمبليت اللي حضرتك قلت عليه لو تحط الرابط بتاعه في الشات هشكرك برضو. وشكرا جزيلا لسعاده المهندس عمر سليم وسعاده الفريق العمل. ممكن احط دلوقتي كل اللينكات دي كلها في الشات، يعني ثانيه واحده، لو انا خدت ده كل ده كوبي كنترول سي، وهنا في الشات، فين الشات؟
كده انا حطيت كل اللينكات في الشات بحيث ان هو لو اي حد ممكن يضغط عليه. لو في أسئلة تانية هتحطها لكم. باشمهندس، اسم الجهاز بتاعه ديسك توب 1، حضرتك طلب المايك، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسف انا داخل المحاضره متاخر، فاتني كتير طبعا، معلش نظرا لضغط الشغل. انا كنت بس عايز استفسر ايه الفرق ما بين البيم اكسكيوشن بلان. تمام، انا فاهم الكونسيبت كبيم اكسكيوشن بلان، ان احنا بنعمل ناخد البروجكت بتاعنا وبنقدم عليه من عليه اكسكيوشن، خطه العمل اللي هنسير بيها في المشروع. تمام كده. اما في حاله ان انا كلاينت طالب مني اعمل برزنتيشن او اقدم له سيكونس للبروسس اللي هيحصل ازاي، ده اقدر استخدم انهي تمبلت؟ ده اللي هي البروسيس ماب اللي احنا اتكلمنا عليها. يعني البروسيس اقدر اخد البروسيس ماب بس من البيم اكسكيوشن بلان، صح كده؟ اه، يعني هنا في تمبلت، ثانيه واحده، انا كان عندي هنا اظن ده، يعني مثلا ده كل دي بروسيس ماب خاصه بالايه، بالبيم يوز. يعني مثلا هنا لو انت عاوز تستخدم البيم يوز، البيم مثلا في هنا في ال في ثانية واحدة، هنا في الاكزيستنج كونديشن موديلنج، هنا مثلا في الفور دي موديلنج، لو انت عاوز تستخدم الموديل مثلا في الفور دي، دي البروسيس بتاعتك اللي هي اللي انت المفروض تشتغل عليها. لو انت عايز تشغله مثلا في السايت اناليسيس، دي البروسيس بتاعتك. لا عايز تشغله في البروجرامنج اللي هو السكادولينج عامه، ده البروسيس بتاعك يعني، وهكذا. انا كنت عملت تشارت زي كده بالظبط وقدمته، بس هو طلب مني كدوكمنت ريبورت، مش عايز كورك فلو، مش عايز كورك فلو، انا عايز كدوكمنت. يعني مثلا هقدر اضيف مثلا المودلر عندي الرولز ايه، الانجينيرنج الرولز اللي عليه ايه، والمسؤوليات اللي عنده ايه، ما الرولز والريسبونسابيلتي دي بقى موجوده برضه في البي بي دي موجوده في الجداول اللي احنا شرحناها. في الجداول يعني انا هقدر افلتر دوت واطلع منه الانفورميشن اللي انا عايزها بالظبط وابعتها للكلاينت كبيم بروسيسور اللي بتحصل عندي في الشركه. بالظبط، والتمبليت اللي انا حطيت اللينك بتاعها ده، ده فيها جداول قيمه جدا يعني. شكرا للاستفاده والله حضرتك، ربنا يجازيك عنا كل خير يا رب. الله يخليك. وانا باسف ان انا مش متابع، بس باذن الله هخش وهشوف السكيدول ايه، ومعاكم باذن الله في كل محاضره ان شاء الله. ماشي، شكرا لحضرتك. عفوا. هو في سؤال بس يا باشمهندس، بيقول هل في وزارات او شركات في مصر او المملكه العربيه السعوديه طبقت البيم بشكل كامل؟ والله اللي انا اعرفه دلوقتي في بيم بيتطبق، بس مش بشكل كامل. يعني مثلا في مثلا بيم في مرحله التصميم، ده البيم منتشر دلوقتي، ان انت عندك مثلا الاستشاري او المصمم بيطلع البيم بتاعه وخلاص، لكن ان يكون بقى شغال معاك من اول المشروع لغايه اخره، انا لغايه دلوقتي ما شفتهاش غير في المشروعات الصغيره ان انت حاكمها. لكن المشروعات الكبيره اللي انا شايفه لغايه دلوقتي لا، بيم في التصميم بس، المصمم بيطلع الموديل بتاعه بحيث ان المقاول ياخده يوزعه على السبلاير والسب كونتراكتور، كل واحد يشتغل الشغل بتاعه. بس بقى تكون بقى ان انت ان كل واحد بقى يشتغل موديل وتعمل بقى فيدريتد موديل وتعمل بي بي والكلام من ده، الكلام ده لسه يعني المفروض المرحله الجايه يعني. تمام.
بي بي خاص بالايه خاص بالكونستراكشن، هو في بي بي خاص بالديزاين مفروض يعني، بس ككونستراكشن قليل قوي ان المقاولين يستخدموا الكونستراكشن. هم بيستخدموه عامه كايه كموديل جاي جاهز من الديزاينر، فبيطلع كمياته بيعمل الكوردينيشن بتاعه هكذا. لكن بقى ان انت توزع الاطراف وتستلم من الاطراف وتعمل بقى كوردينيشن وهكذا، لا الكلام ده لسه شويه عليه، بس ده لا مفر منه يعني. الكل داخل على المرحله دي داخل يعني. وكده تمام، مفيش اسئله. الف شكر لحضرتك يا باشمهندس، يعني انت متعتنا النهارده. شكرا جزيلا. يعني سؤالي باشمهندس معتز، حضرتك ممكن تفتح المايك؟ ايزو ايه، في سؤال بيقول الايزو ايه هو، ولا الايزو ايوه هو الايزو عباره عن انترناشونال ستاندرد ماشي. ايزو كذا حاجه يعني، مثلا ايزو مثلا للبي بي للبيم عامه، في ايزو مثلا في الاوبن بيم اللي احنا اتكلمنا عليه الاسبوع اللي فات. فالايزو عامه اللي هو انترناشونال ستاندرد، انت عايز تعمل ستاندرد لاكتيفيتي معينه لنشاط معين وهكذا. فالبي بي فيها ليها ستاندرد، فيها ليها ستاندرد عالمي اللي هي الايزو، في ستاندرد بريطاني اللي هو منتشر برضه قوي، بس مؤخرا زي ما قلت السنه اللي فاتت تقريبا 2019 تقريبا عملوا اللي هو او عملوا تحديث للايزو اللي هو 1960 1950، اللي هو اللينك بتاعنا حاطه في الشات. تمام، شكرا جزيلا يا باشمهندس. عفوا.